الإعدادات، أول فقرة بالإعدادات، طبعا أكو إعدادات كثيرة بالامتحان، لكن أهمها هي أولا الافيلابيليتي. هذا الافيلابيليتي يحدد موعد الامتحان يكون فالد من هذه الفترة وبالتاريخ وبالوقت، من هذا الوقت إلى هذا الوقت. يعني معناته من يوصل الإيميل إلى الطالب، الطالب إذا ما دخل للامتحان ضمن الفترة المحددة بهذا الإعداد راح يكون الامتحان إلى إكسباير. يعني مثلا أنا أحدد أقول هذا الامتحان available، وأختار التايم مالته، مثلا أقول يوم، خلينا نقول شهر الرابع 8/4 ساعة 2 مثلا، أو الساعة خلينا نقول 10 صباحا AM، و available until أيضا يوم 8/4، وينتهي expire مثلا الساعة 10:15 AM. يعني هذا الامتحان راح يكون available، الطالب ممكن يدخل بالامتحان فقط ضمن هذا الرينج من التايم اللي هو يوم 8/4 الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10:15 صباحا. أي طالب يتأخر عن أداء الامتحان بعد 10:15 الامتحان يكون expire. أيضا هنالك show test results when unavailable، هذا يبين إذا كان unavailable يشوف ال results page، أو can resume when unavailable، هاي نتركها اثنينها فارغة. ال attempts، ال attempts أيضا مهم. ال attempts هو إنه الطالب كم مرة ممكن يعيد الامتحان، يعني مثلا أدى الامتحان مرة واحدة يقدر يعيده مرة ثانية؟ أقدر أقول لا، يأديه مرة واحدة attempts one، أختار هذا ال one، أو multiple attempts اللي هو مثلا 3 مرات أقدر أعطيه، أو unlimited، فهذه 3 خيارات، إحنا عادة نخليه على attempt one attempt. ال instructions هنا pre-test guidelines، تريد هذه ال instructions تظهر حسب ال setting إلى بال introduction، أقول له yes. يعني هذا بداية الامتحان قبل ما يدخل بالصفحة الأولى من السؤال الأول، انه الاسئله اكو انستراكشنز، كل الانستراكشنز خاصه بالاسئله تظهر للطالب. التايم ليميت، هل يوجد تايم ليميت للامتحان؟ نعم، هنا أنا مثلا انا مطي لهذا السؤال او هذا الامتحان 4 منت، 10 منت، او ساعه، او بعدد الدقائق اللي انت تحبها 60 دقيقه وهكذا، فتقدر انه يكون الامتحان تايمد اكزام. طيب الخاصيه الاخرى اللي هي الريزيوم ليتر، هنا allow save and resume later، بالإمكان، هل بإمكان الطالب أنه يسيف المرحلة الحالية اللي واصلها بالامتحان ويرجع يكمل مرحلة أخرى؟ أنا بصراحة غالق هذا الأوبشن ومسوي نو no. الطالب يقعد مرة واحدة يمتحن ويخلص. طيب الديسبلاي، هنا الديسبلاي هو ظهور إعدادات ظهور الأسئلة. الديسبلاي عادة يفضل انه يكون كل سؤال بصفحة واحدة، فهنا one question per page، display one question per page. ال points، display points each question is worth during test، هنا مثلا تقدر تبين النقاط مال كل سؤال. والديسبلاي category for each question during test، ممكن تعطي الكاتيجوري الخاصة بالأسئلة. randomize، الاوبشن الاخر randomize، do you want to randomize your questions؟ يعني هل انه انت تريد give questions in random order؟ نعم، انا اريد الquestions تظهر براندوم اوردر. يعني مثلا من يمتحنون طالبين، السؤال الاول اللي يظهر عند الطالب الاول مو مثل السؤال الاول اللي يظهر عند الطالب الثاني، لا، ممكن هذاك ظهر عند السؤال الرابع، فتظهر الاسئله بشكل random. طيب الانسرز هنا طبعا mandatory، الطالب لازم must answer questions، ما يقدر يترك سؤال بدون إجابة. الـ test completion، بعد ما ينتهي الطالب من الامتحان، هل أنه أنت تريد الـ score points percentage feedback تظهر للنتائج؟ صراحة أنا أطفي كل هذه الأمور أو أخلي الطالب ما يشوف النتيجة مالته، أو ممكن تخليه يشوف الـ score والـ percentage. زين، تريد reveal correct answers، تريد ال grade questions شلون مقسم الدرجات يشوفها الطالب بعد الامتحان ويشوف شنو الجواب الصحيح؟ نعم. مثلا display incorrect، نعم أريد هذا الشيء أيضا. فهذا ال كلها أفعلها الأمور حتى الطالب بعد ما يؤدي الامتحان يقدر يطلع على درجته وين السؤال الأجوبة الصحيحة والأجوبة الخاطئة.
تريد تحدد الباس مارك مالته، يعني مثلا انت تقول اذا الامتحان من 60 اذا جاب 30 او 30% او 50% او 60% فالطالب باس، هذا بالامكان تحدده هنا. بعد ما يأذي الطالب ممكن ترسل له رسالة test completed message thank you for attending this test wish you all the best، مثلا ممكن تكتب له عبارة بعد ما يأدي الامتحان. طيب الويب هوك هذا خاص بالأبغريدد version. السيرتيفيكيت هذا الطالب يحصل على أيضا بالأبغريدد. email results أيضا خاص بالأبغريدد ما موجود بالفلي، إنه بعد ما ينتهي الامتحان ترسل النتائج إلى آخره. وآخر شيء البرينتينج allow printing of questions، نعم أسمح بي، ممكن تسمح أو لا تسمح. إذا هذه الإعدادات كانت مفضلة لديك وهي اللي ثابتة بالامتحانات اللاحقة فاختار save as my default setting حتى لاحقا تكون ثابتة. بعدها تسوي assignment وينتهي تحديد أو الفقرة أو المرحلة الخاصة بالassignment.